ونطمئن أيضا على حالة الطقس. يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد اليوم طقس معتدل على السواحل الشرقية، مائل للدفء على السواحل الغربية، دافئ على الوجه البحري والقاهرة. للمزيد من التفاصيل معنا الآن الدكتور أحمد عبد العال، رئيس هيئة الأرصاد الجوية. دكتور أحمد، صباح الخير. صباح الخير على حضراتكم وعلى السادة المشاهدين. نظرة عامة مع حضرتك على أحوال الطقس أيضا اليوم والأيام القادمة. النهارده ارتفاع اخر في درجات الحراره عن امس ما بين درجتين ثلاث درجات على كافه انحاء الجمهوريه. لا توجد عزوه غير الشكوره المائيه اللي بنحذر منها في الصباح على اغلب الطرق خاصه قريبه من المنطقات المائيه والمزروعات. غدا ارتفاع اخر في راح يصدر ارتفاع ممتدل مع برضه الشكوره المائيه، ولكن يوم الاربعاء تنخفض درجات الحراره وترجع للمعدل الطبيعي، يعني غدا ان شاء الله هتصل درجه الحراره فيها الى 28، ثم يوم الاربعاء توصل 21، يعني تفاض 7 درجات، وهيكون صاحب ذلك شاطئ على كافه انحاء الجمهوريه يصل حد العاصفه على السواحل الشمال. طيب، يعني الجو بيشهد حاله من الاستقرار هذا الاسبوع تقريبا، والانخفاض النهارده وغدا. النهارده وغدا حتى يا دكتور، الانخفاض هيكون انخفاض كبير ولا انخفاض خفيف؟ يعني انخفاض 7 درجات. انخفاض 7 درجات. فيها هيكون في احتمالات سقوط الامطار في اخر الاسبوع؟ يعني هتكون في حاله من عدم الاستقرار مجرد في يوم الاربعاء، هتبقى الجو واضح انه غير مستقر نتيجه انخفاض الحراره الكبير، وهتبقى برضه في فرص سقوط امطار على السواحل الشماليه وشمال الجنوب. شكرا لحضرتك دكتور احمد عبد العال، رئيس هيئه الارصاد الجويه.